عليكم. اليوم نروح الولاية تاع مستغانم لنقف عن الأشغال نتاع الفضاءات الجديدة التي تم استحداثها في مدينة مستغانم، وهي فضاءات كلها منها ما هو جديد، يعني مساحات تم تهيئتها جديدة، ومنها ما هو حدائق قديمة مثل الحديقة التي تقع في وسط مدينة مستغانم وحديقة العرصة اللي تم إعادة تأهيتها والاعتناء بالتخضير وغرس أشجار وتهيئة مناطق من الساحل نتاع مدينة مستغانم لتصبح يعني بجدارة واحدة من أجمل المدن على ضفاف المتوسط، وإن شاء الله المزيد من هذه التهيئات الرائعة اللي تمد يعني تمد مزيد من الفضاءات للراحة للسكان، وإن شاء الله المدن الأخرى الجزائرية تحذو حذو هذه المدينة المستغانم اللي عزيزة علينا. إذن نترككم تتابعون، والسلام عليكم.